حكي انا بعتبره فن زي بقيه الفنون، زي التمثيل، زي الغنى، زي كده الرسمه، زي النحت. بس هو كمان فن قديم قوي، يعني هو فن الرسم الحكي هو الفن بتاع كتابه قصص الاطفال دلوقتي او قصص الكبار، بس زمان ما كانش اكتشفناش الورق والكتابه، فكان بس بنقول، كنا بنحكي، كنا بنقول الجدات كانت بتحكي، والناس وبتاع الربابه يحكي يمشي يحكي حواديت، تراث مصري اصيل. فهو فن قديم جدا جدا جدا، من اقدم الفنون اللي عرفها البشريه يعني، ومن امتع الفنون كمان، لانه التجربه بتاعه الفن الحكي تجربه شامله، بيبقى فيها الحكواتي، بيبقى فيها قصه، وبيبقى فيها جمهور داخل في التجربه. والاحساس كمان يا استاذه حنان من ستي، ما اسمع الحدوته من ستي موضوع تاني خالص. ايوه، ما هي لان كل الاطفال ستهم بتجذبهم ليه؟ عن طريق الحدوته، عن طريق بتجيب لهم توفي تديه لهم. واحنا الحواديت جت لنا منين؟ ما هي من جدتنا، موروث. هم اللي وعلى كده انه من الحاجات المهمه جدا في سرد القصه او الحكايه انه يكون فيها حاجات تشد الطفل. طبعا فن. طبعا طبعا. بصي، هو بتتقسم كذا حاجه. اولا بختار حدوته مناسبه للسن، واحد. تمام. اتنين، طيب عرفت انا السن بتاعي وحددت حدوته، هحكيها له ازاي؟ دي جزء تاني بقى، لانه زي ما قلنا مثلا كل سن ليه طريقه. فانا ممكن مثلا سن صغير استخدم فيه الاغاني، اغني معاهم زي ما زمان كان عندنا نام نام، دي برضو طريقه على فكره بنغني بيها، بنحكي دلوقتي بيقول لك ما تهزش الوقت. ما تهزوش، لا ده لازم يتهز، نام 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 واجيب لك جزء حمام. فاهم ازاي كده؟ يعني هو السن الصغير فيها الطريقه دي بتاعتنا بتاع زمان، وفيها ان احنا مثلا هو السن الصغير بيقولوا دايما بالغنى وان انت تلمسه، فتحسسه مثلا انه في حد بيمشي، في حد بيجري، فهو احساس يعمل الحركه دي. وانا هو عايش الواقع، يحس. بيحس وودانه تسمع. سمع. طيب من سن كام نقدر نبدا نحكي للطفل قصه؟ من وهو في بطن ماما. نحكي له قصص عادي خالص بجد كده، صح؟ وهو في بطن مامته. طب استني بس بقى، عايز اسال سؤال. هل بقى هو الولد بيعرف صوت مامته وصوت باباه وهو في بطن مامته؟ ايوه، بيعرف ريحتها. متهيألي بيوصل، انا مش متخصصه يعني، بس بيوصلوا الفايبس، الاحساس. وبيسمع. طبعا بعد سن معين في البطن بيبتدي يسمع. عشان كده هو من بطن امه، انت هتعلميه بقى بنحكي له من كلام. استاذه حنان، ازاي اختار للطفل او لابني القصه المناسبه لسنه؟ بصي، انا هديكوا تيب لذيذه كده للامهات لو هما في المكتبه وعايزين يختاروا قصه لاولادهم. فاحنا في حاجه اسمها ذا فايف فينجر رولز. ماشي. فاحنا بنمسك الكتاب، نبص على الكفر هنا ونبص على الكفر ورا، وبعدين نبتدي نخلي الولد يقرا، نفتح اي صفحه ويخليه يقرا سطور من الصفحه دي. لو ما عرفش خمس كلمات يبقى القصه دي لا تناسب ليه على الاطلاق. معرفش خمس كلمات في التوتال ولا اول خمس كلمات؟ لا، في الصفحه. في الصفحه، يعني هيبقى فيها مثلا باراجراف مثلا. فلو معرفش خمس كلمات يبقى دي صعبه عليه. لو معناهم، لو معرفهمش، مش فاهمهم. لو ما فهمش اربعه يبقى مستواها عالي، لو ما فهمش ثلاثه تبقى متوسطه، لو ما فهمش اثنين تبقى مناسبه، لو ما فهمش واحد يبقى تمام. القصه دي عادي احكي له، ممكن يقراها. حلو قوي. لكن يعني لو هحكي له، ممكن احكي له من اي سن، بس برضه اراعي ان القصه تنفع احكيها له. طيب لو الطفل مش